لفتت أثارت الرأي العام عرض مشهد من فيلم عربي لقطة استفزت حفيظة المجتمع، حيث ظهر فيه زوجان يحذران من المسكرات، وتحمل الزوجة قنينة خمر وإيحاءات لا تمد لا للمجتمع ولا للدين بصلة. وقد اتفقت جميع وسائل التواصل الاجتماعي على معاقبة الزوجين. سبحان الله، الأسماء غريبة، دائما طباعهم غريبة. شوف أنا راح أقول لك شيء، بس الله يخليك لا تكثر أسئلة. إذا كان أنت تحب زوجتك وتعزها وحريص على الأفلام، أنت تقدر ترجع تجرب. أنا وصلت. لطيفة تعالي. باي. تعالي بقول لك شيء، أنا ما أتحمل ولدنا يجي على الحياة وأمه بهذا الوضع. طال عمرك أنا ما قصدي شيء، طقطق معي ولا وش؟ تبغى فرصة صح؟ هذه راح ترجعك 48 ساعة، يعني قبل ما سويت الفيلم. يا أخي عطني الحبة، يا أخي عطني الحبة، أبغاها أحتاجها.